خلينا نشوف الاكسرسايز الاول مع بعض. طبعا هذا السيت اب طلب مني ان انا اعمل بهذا الشكل، انه انا عندي العمود الاول ابلز والعمود الثاني بانانز، والفاليو هنا 30 و21 هذه 0، فبالتالي بعرفها كديكشنري. دائما تعريف زي ما انا عرفت هذه، انه عرفتها امتي ليست، زي ما شفنا في الريزلت انه انا عرفت العمود الاول وهنا امتي ليست وبديت اعبي فيهم، هنا انا في عندي فاليو فلازم الفاليو هذه احطها في ليست، فبالتالي هذا اسم العمود وهي الفاليوز اللي فيه، في فاليو واحده تمام، وهذا اسم العمود الثاني وهي الفاليو اللي فيه، معرف كبايثون ديكشنري. هنا ممكن اعرف الاندكس بتساوي 0 او لوحده بحط الاندكس هو. تمام. الثانيه انه انا في عندي تو فاليوز والاندكس مختلف، فبالتالي هنا هاي العمود الاول والفاليو هي محطوطه في ليست 35 41 35 41، والبانانز 21 34، والاندكس بعرفه هذا الاندكس الاول وهذا الاندكس الثاني، فبالتالي بروح باخذ الاندكس هذا بحطه لل 35 وال 21 للصف الاول، هو لوحده بحطه بالترتيب. بعد هيك السيريز ممكن اعرفها في سطر واحد زي هيك، او ممكن انه افصلهم، بحط هنا الكوانتيتيز 4 كاب 1 كاب 2 لارج 1 كان زي هيك، وهي الايتيمز اللي هي فلور ميلك اكس سبام، فبالتالي السيريز بعطي له كوانتيتيز والاندكس تبعهم هو عباره عن الايتيم، وهنا بدي نيم للسيريز هذه بتساوي دينر بهذا الشكل، فبالتالي هنا بروح بحط انه هذا الاندكس وهذا الفاليو تبعها وهذا الاندكس وهذا الفاليو تبعها، فبصير شكلها بهذا الشكل. تمام. طبعا هنا كمثال ثاني انه كنت اعمل فيهم العب فيهم يعني. تفضل. انا طالب اقرا بين اقرأ بيانات هاي الفايل نيم زي هيك تمام، بنقرأه وهنا بديله الاندكس كولوم انه الاندكس تبعه 0 اللي هو هاي وهذا. نعم، لانه هاي ورجاني صورة البيانات زي هيك تمام، هذا الكولوم ملوش اسم، بدي له الاندكس تبعه، فهو عباره عن الاندكس 0 1 2 لغايه، فبالتالي هو عباره عن رقم السجل، فديت له الاندكس بتساوي لو له اسم بدي له اسم الاتريبيوت بالضبط. هاي قراتهم وهي عرضتهم زي هيك تمام. هو ماشي انا قريت، هو بيقول انه في بعض جداول صحيح. بالضبط. حقيقة هذه السيل موجودة بس بقول لي انه عملها رن عشان يورجي لك الداتا فريم اللي اسمها انيمالز زي هيك. تمام. فبتطالب منك انه انت تكتبها على فايل، فبالتالي هنا 2 CSV. هنا في الاكسرسايز 6 طالب منك انه في عندك SQLite database وبدنا نقرا منها بيانات، فبالتالي بعرف الكونكشن هي عباره عن اسم الملف تمام، وهنا البي دي لانه البي دي الميزه تبعتها انه بتقرا لي بيانات من كذا داتا سورس، فكان في عندنا بالعاده احنا بنستخدم سي اس في، هنا ريد سي اس في، هنا ريد اس كيو ال كويري، وديته هنا الكويري سيلكت ستار فروم ارتست، وديته الكونكشن اللي انا عرفتها من خلال مكتبه الاس كيو ال لايت.
3. تمام، خلينا نتوقف هنا. كيف؟ وين؟ لا ما فيش. هاي انا اوريدي عامل سبمشن، يعني هاي الاوتبوت. هنا يطلع فوق، هنا في كومبيتيشن. لا ما فيش، هذا اسم البيانات، مالتيبل داتا سورس، هذا اسم البيانات، ما فيش كومبيتيشن. سبميت هنا بس عشان مجرد ان انا كتبت على فايل اسمه هذا، بس اللي هو بس انه طلعت لي، بس هي مش فعاله عشان ما فيش كومبيتيشن فوق. طيب خلينا نتوقف هنا وبنكمل بقيه الاكسرسايزز المحاضره الجايه ان شاء الله. بعديها بنبدا في الديب ليرنينج.